لقد فازت الشارقة على لقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 ميلادية، تقديرا لجهودها ودورها في نشر ثقافة القراءة. يقول سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله: الكتاب هو جوهر الثقافة والعلم والمعرفة، وقد أمر سموه جزاه الله خيرا بأن تكون هناك مكتبة في كل مسجد من أجل تسهيل القراءة على الجميع في كل المناطق والأحياء.